في إطار المشاركة المجتمعية لوزارة الداخلية وفي إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، أطلق مأمور الأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية مبادرة لدعم أهالينا من محدود الدخل بكافة دوائر الأقسام والمراكز بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك وتوصيل المواد الغذائية لهم بأماكن تواجدهم. كل سنة وانتم طيبين وتعودوا له بخير يا رب، كل سنة وانتم طيبين وانت طيب واولادكم طيبين وعيالكم طيبين وشعب مصر كله طيب. احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا رجالي سد ومنيع. كل سنة وانتم طيبين وتعودوا له بخير انتوا والريس والشعب مبارك ان شاء الله. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، هندي لك عينيا وأدي المسؤولية. سنة طيب يا سيسي. مش محتاج أي حاجة؟ سلامتك. ربنا يخليك يا حاج. وواقف الدنيا أغلى من مصر عندي. كل سنة وأنت طيب على دعمنا لينا، كل سنة وهو طيب في شهر رمضان. وشرطة قوية في ظهرنا. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. توزيع هذه العبوات يتم من خلال مأمور الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق مديريات الأمن يتوجهون مباشرة لتسليمها لهم كأحد الإسهامات الفاعلة والاجتماعية من الوزارة والتي تعكس روح المشاركة بين الشرطة والمجتمع. كلنا مؤمنين بحبها من سنين. تعال عليكم أسألت وخارج ونديك الصحة حاجة. أشكر وزارة الداخلية اللي هي فاكرانا وفاكر الناس البسيطة والناس اللي في الهوان ويجونا وافتكرونا بحاجة رمضان. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب، أنا اديلك عينيا وأدي المسؤولية، وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها وكل ليل. دي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل سنه طيب بمناسبه رمضان. السيد المأمور جاني واداني كرتونه رمضان. شكرا لسيادتك يا رئيس وكل عام والشعب المصري كله بصحه وسلام. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا. كل سنه وانت طيب يا رئيس وخليك لنا، كل سنه وانتم طيبين. أشاد المواطنون المستفيدين من هذه المبادرة بحرص وزارة الداخلية على دعم الأسر المصرية لرفع الأعباء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي فرضتها المتغيرات الإقليمية والدولية وتؤثر على أسعار السلع المختلفة. دي هدية سيادة الرئيس. ربنا يخلي رسمنا يا رب حاجة النبي يخلي يطول في عمره. وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها وكل قوافي الإنسانية لوزارة الداخلية محملة بالخير مع اقتراب شهر رمضان المبارك ترسم فرحة على وجوه الأهالي بالمناطق الأكثر احتياجا وتحمل معها رسائل الدعم والمساندة لهم والتأكيد على الاستمرارية لتصل لكل ربوع الوطن. كل سنة طيبين ورمضان كريم لكل الناس ونشكر الشرطة. وشرطة قوية في ظهرنا. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن. كناش متخيلين ان سعادة الرئيس افتكرنا في الأماكن دي. وكل سنة ومصر كلها بخير وشعبها وأهلها وكله بخير. كل سنة وانتم طيبين والله يبارك لنا الله فيكم ويبارك حاجة. في السيسي ويخفيكم شر خطاه وبلاه وتعودوا له بخير يا رب.